بعد ظهور شيماء سيف، بعد لما خست كتير جدا وتقريبا نزلت من وزنها 50 كيلو، هنقدم ليكم عدد كبير من الفنانين من رحلة الوزن الزائد إلى إن هم حاولوا بكل الطرق إن هم ينزلوا من وزنهم. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.